حقيقة اليوم استضافنا معالي الأستاذ صالح في هذه الجولة الرائعة اللي شاهدنا الحقيقة نماذج تبشر الحقيقة بالخير واستمرارية إن شاء الله التعامل إحنا مع كبنك عربي ومع المنشآت في تحقيق الأهداف اللي نرجو إن شاء الله نطمح أننا نحققها. ودائما إحنا مع الإخوان باستمرار بتواصل واجتماعات مثل ما ذكرت لتحقيق هذه الأهداف لأهمية سكتر المهم اللي هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونطمح إن شاء الله أن يكون البنك العربي من البنوك الرائدة والمتقدمة في بذل المزيد بالتعاون مع منشآت.